جيمي عايز اخدك ل لا ثاني انت هتعدي لي مش عايزني اعديها انت تعدوش لبعض يا عم مش عارف تعدوش لبعض دي انا رجال الاعمال يا ابني انا سايبك في مذاكر رجال الاعمال بقالك ساعه بس قول لي رايك فيها بسرعه عشان عايز اخدك في جزئيه مهمه جدا والوقت بيخلص رقم واحد رقم واحد نادي غزل المحله وقت ما يحرك دعوه لضد ما فيش ضد امام عاشور يعني ما فيش امام عاشور في الموضوع اللاعب بره القصه هي مش دعوه يا جيمي ان هو يقف لا 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 يحرك دعوه فيما يتعلق بمستحقاته ال 5% فيما يتعلق بحق الرعايه رقم واحد وهيحركها اولا ضد نادي الزمالك ده اولا ليه وري 5% من البيعه الاولانيه ماشي تمام كويس ثم يحركها ضد نادي ميتلاند لانه هياخد من ده ياخد من ده مش دعوه انا عايز فلوسي طيب ثم نادي الزمالك بقى في البيعه الثانيه المحل هياخد جزء والزمالك ياخد جزء ميش. فانت عندك دعوتين نادي المحل ياخد فلوس مرتين لان العيد ده اتباع مرتين صح فلوس دخلت الزمالك وفلوس دخلت ميتلاند صح. فهو ليه حق رعايه عن الانتقالين بنسب متفاوته النسبه العظمى والحاكمه لنادي غزل المحله طبعا في النهايه الاهلي هو الحلقه الاخيره وامام خارج الحلقه تماما ده فيما يتعلق بالقصه مش مختلفين في حاجه مش مختلفين فعلا طيب مختلفين. لا انا علقت انا ما قلتش مختلف صح.